مين؟ انا هموتكم الرعب دلوقتي. ايوه كده اول مره احس ان انا باد اس. وخلصت البونص الحمد لله، تم الحمد لله انهاء البونص. هو اللي انا اقتل الناس ده، فيه حوت اهو، حوت ميت نافق. دخلني جوه. طيب عايز اشوف ايه. مساء الخير عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد، الفيديو رقم 62 من تختيم لعبه جوست اوف سوشيما. احنا كنا وقفنا طبعا، خلصنا الهوستجز اللي فاتوا، كان فاضل واحد بس طبعا عشان وقت المقطع ما سمحش ان انا اكمل، فنكمل مع بعض في المقطع دوت. معاكم احمد بهجه من قناه فرجني، ويلا بينا نذهب. وقبل ما نبدا ما تنسوش لو انتم اول مره تشوفوني في القناه تدعموني بالاشتراك الظريف، ولو انتم مشتركين اوريدي ما تنسوش تدعموني باللايك والشير لو اصحابكم بيحبوا الجيم بلاي. ويلا بينا نحرر بقيه الرهائن ونكمل الرحله بتاع جين ساكاي. طبعا عايزين نعرف بقى فين الهوستج اللي فاضل. طبعا المكان ده اسمه مش باين ليه، معرفش، المفروض يكون اسمه باين يعني. طلعت ايوه كواتشي والينج فيليج. وخلصت البونص الحمد لله، تم الحمد لله انهاء البونص. هو اللي انا اقتل الناس ده، فيه حوت اهو، حوت ميت نافق. دخلني جوه. طيب عايز اشوف ايه. طيب بقيت فين؟ بقيت الزنادقة. اليوم ازاي دول؟ تعال نلف عن طريق الحصان احسن. يا اخي الصورة كان برضه حصان قوي. في هنا شيء هاجم عليا. فين التاني؟ هما فوق شكلهم هنا. فين اللي قتلته التاني؟ ايوه نخش نختار مطاري مفاجأة. شين هارغو شين يوارسا اطغام شتر ده. تعال انت كمان. انا ما بقتش ساموراي خالص. ايه ده، مين اللي شافني؟ مين هو اللي بيفكر يشوفني؟ ده حد فوق. طيب نطلع لهم منين؟ انا مش عارف، لو طلعت من جوه غالبا هيعرفوا. انا عايز اطلع لهم من بره المبنى. هنا المكان ده غالبا فيه ايوه اختلك من ورا الباب. انت هتقعد. انا لو دخلت له من هنا هي لازم استنى لما يديني ظهره عشان ابقى ديني. ايوه you
ايه ليه فتحت ليه فتحت ليه الباب؟ انا عايز عايزك تيجي هنا. معاك حاجه؟ يلا My lord, I think you were destined to come here. This piece of armor was given to us by the man who made it. He was fleeing the Mongols. This was crafted for Khotun Khan, but I'll be the one to wear it. Thank you for keeping it safe. Of course, my lord. Piece of Mongol armor. Look at the piece of Tani. لقد عم الرخاء والفرحة والأمان. Bonus objective completed. Increase legend. كويس. وعاد أهل القرية لطبيعتهم يمارسون أعمالهم اليومية وحياتهم بفرحة وسعادة. Side missions. يعني I believe إن في side missions تانية. يعني وأنا ماشي ولقيت حد قال لي R2 أكلمه وغالبا هيبقى عنده مشانية كده إيه في السريع. طيب إحنا أولا كده في الخريطة لازم نميز. أيوة. طيب لازم نميز برضو يعني عندنا مكان فين الأماكن التالتة؟ المكان ده والمكان ده. التريتوري دي ودي. في علامات استفهام طبعا أنا مش هعملها دلوقتي، خلينا نعلم عليها عشان نعرف وجهتنا فين بالظبط. ودي اتحولت لفاست ترافل خلاص. الرياح بتقول لي اطلع فوق، فانا ايه كيل جنرال باترو. مين؟ أنا هموتكم بالرعب دلوقتي. ايوه كده اول مره احس ان انا باد اس. بقى كتير قوي ما حسيتش الشعور ده. معاكوا ايه بقى؟ ايه؟ اعطوني اعطني. طيب بطل خلاص يقول صورة للأسف. المانغول تريتوري في جنرال هنا اهو، في ناس كتير ناخدهم بقى بالدور. بس انا محتاج اغير اجرب بقى اغير ايه، عشان انا بما اني لا اتسلل فانا محتاج اغير الجير الاوتفيت. احط بقى ايه المعلم، هو السكاي كلان ارمور ده كويس برضو، بس خلينا ناخد الكامل. هذا نروح نعمل ابجريد دلوقتي بعد ده. ده فول. يلا ننزل منين بقى؟ ننزلهم من تحت وخلاص، من الطريق الطويل
بما ان مطورين اللعبه مش راضيين يدوني شورت كات انزل من عنده. انزل يا ريس. Kill enemy using perfect prey. Okay. ممكن نختار دي. نختار دي الأول وبعد كده نختار دي. Vanguard stand off. Face me. بما اني الساموراي برضه مش عايز انسى اصلي. اخي اخي الوضع صعب جدا بصراحة. تعالوا ناخد من ايه؟ حسب دم البونص ولا لا؟ طب ما انا هو انا ما قتلتوش، انا عملت بيرفكت براي بس ما قتلتوش، يعني ما قتل. لم يقتل. مين بيشوفني؟ مين؟ تعالى يا ريس. Ha!
فين الباقي؟ لسه ما جاليش البيرفكت باري. انت كان معاك حاجه انت صح؟ سبلايز في حاجه هنا ولا انت لسه؟ دي المفروض ما استعملهاش ضد واحد بس، يعني it's too much for one، الا بقى لو كان عجل كبير فاستعملها حواليها زحمه كتير تبقى افضل يعني اوقع. في حاجه تحت هنا نحرر هذا الطائر جميل. في حاجة جوه البيت ده؟ نعمل سكان سريع كده. سبلايز حلو البيت ده، في ترابيزة حلوة كده والدنيا جميلة رايقة، نور ربنا داخل من الشباك. أنا كنت رحت فين؟ رحت هنا صح؟ هنا؟ لا مش هنا تقريبا. ترمون بايستارلا ترني سدراي. اوه يا جدع هات الكوناي. لا
لم بقى لم لم في تحت هنا. طب فين الباقي؟ لسه فاضل القائد. اطلع هنا منين بقى؟ هنا؟ علي عليه دي مش علي. في حد فاضل؟ الطريق الجميل ده يتحرر. في بانر بقى فاضل. نلم الامو. بيت جميل محتاج يتدخل. ايوه البانر اهو. destroy the powder cache ده اللي هو بقى فين بقى المفروض يكون معلمني عليه. اهو hold it ignite. هو ايه علاقة بقى ان الليدر ده بيجي بعد انفجار الباودر؟ يعني ايه العلاقة؟ يلا يا معلم. اجروا. a piece of the armor that was meant for the Khan. هي دي العلاقه بقى عشان ده بيبقى عنده piece of the armor. وانا بالمهم دلوقتي طيب done killing General Barto.
ورجع اهل القريه سعداء برضو. كده فاضل كام بيس؟ فاضل كام بليس تو ليبريت؟ خلاص يلا يلا يلا. باو اماكن اندسكفرد هسيبها دلوقتي. خلينا نروح المكان الاخير الا وهو هذا المكان. نعلم عليه نروح فاست ترافل جنبه. ده في فاست ترافل صح؟ مفيش اخي لازم اروح جري. لا في فاست ترافل هنا. طيب هيبقى نفس المسافه تقريبا يعني اقل سيكه فانا اخدها جري وخلاص. تعالى يا اسمك ايه؟ مش هان عليا اقول لك ابو سريع والله مش هان عليا ولا حتى صوره. لا بس انا عايز اطلع المكان ده. المكان ده طلع منه تفاصيله كتير فخليني ايه اروح فاست ترافل هنا اريح واسرع وانجز برضو. دي عند السيكريت تري. تسعمية متر مشوار برضو. أين أنتم؟ Kill enemies with hallucinating fall. تعال نحط hallucinating. هيرسونيتينج فين بقى؟ تعالى بويزون. طب هي واحدة بس للأسف. تعالى ايوه اتفرج عليهم شوية. حتى الكلاب بتخاف. فين الباقي؟ أين أنتم؟ راح فين ولا حاجة؟ انت فوق ولا ايه؟ يلا انجز. At last. Be careful up there. ده في علقة فوق اهي. مش علقة دي برضو؟ معاكوا حاجة؟ معفنين برضو. بلاك باودر بوم. المفروض في هنا. ماشي. Thank you.
المفروض النار دي بتولع لما اجي اضرب فيها المفروض يعني. اكسبلوسيف ارو وحلو ده برضو، بس دي مش نار دي اساسا، انا شايف انها نار يعني. بس خلينا ايه نضرب ده واحد. هذا حرفات بسان كل ريتسك دوشا تورجيل فيريا كوربي زوكس تشكلا دوشا 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 forever indebted to you. You're safe now. قالوا واحد اتقتل بالهالوسينيشن. طب فين الباقي؟ مين اللي شافني؟ ده طائر ده ولا ايه؟ اه ده واحد. ترتين بغيو انت حرك تقول بان معك حاجة؟ To be all right. What a relief. Thank you, Lord Sakai. Be careful up there. مين بقى مين فاضل؟ فاضل واحد بس توريسكي. اه عندكم حبه حلوين اهو. نخش المبنى من فوق لو اعرف يعني. طلعش او طلع اهو. يطلع عليه طلعش مزحلق والدنيا تلج والدنيا صعبة يعني. بس اخش له منين بقى؟ عايز اخش من اليمين او من الشمال لا يجوز. المفروض من هنا يكون في مدخل على الاقل. برضه مفيش. طب ده ممكن يطلع هنا؟ اه والله تصدق.
مش عارف هو ماسك ازاي بس ماشي يعني ماشيها. مفيش ده مدخل من هنا يعني مفيش مفر ان انا اخش في المبنى من اي حته يعني تانيه. خلاص يبقى لازم من هنا. تعال انت كده شي هارو ها مين شافني؟ مين بيشوفني؟ اه انت فوق؟ اطلع منين ده بقى؟ هوي ودوك اكتش حرطة؟ ايه نوكتش؟ نينجا نينجا يعني في حد فوق لسه ما فضي ولا ايه؟ خلاص كده نزل ننقذ الراجل يعني. مين مستعجل والله. Thank you for saving us, my Oma, and asked to protect it. Hey. But I think it's much safer in your care. You're right. This was meant for Khotun Khan. I had no idea. Thanks to you, no Mongol will ever. خان القطن. اسمه خان القطن. حاجة يعني كوميدية جدا بصراحة. بس كده كومبليتد بقى ولا ايه؟ اه البونص ما خلصش طبعا للاسف لان انا معيش هلوسينيتنج دارتس انف وحتى اللي انا استعملتها ما قتلتش حد خليته اتقتل يعني انا المفروض لما اتقتل او يتقتل يعني اتقتل بتحسب واحده قتل حد تاني ومات بتتحسب اتنين بس هو اللي حسب لي لا دي ولا دي. وعاد اهل القريه بسلام وامان وعزفوا المزيكا المزيكا الجميلة الموسيقى الخلابة. طيب دي شوية سايد ميشنز جات لي اوت اوف نو وير ودي برضو ايه تاني فيت فور ذا كان ماشي. طبعا اعتقد كده ان انا وصلت لنهاية المقطع انا ما فاضليش حاجة تانية المكان ده طبعا اتحرر المفروض اهو وفي طبعا علامة استفهام هنا المفروض اشوفها معرفش الموجل تريتوري دي تبعهم ولا لا ولكن اعتقد هي ظهرت بس لما انقذت الولايه من المغول وانا ماشي لما قطعت الطرق دول فا اي بليف يعني دي بره الموضوع وانا كده المفروض ان انا لو رجعت هنا هقدر اعمل المونجول كوماندر ارمور اهو فيت فور ذا كان ريزيوم ذا تيل. طيب وبكده اعزائي المشاهدين نكون وصلت لنهايه المقطع بتاع النهارده واللي انا حررت الاربع مونجول تريتوري كلهم في المقطعين طبعا هم خدوا وقت طويل جدا وكانت المهمه بتاعتهم صعبه احاول اسهلها لكم
اقصرها لكم قدر الامكان. كان معاكم احمد بهجت من قناه فرجني، ويا رب لو استمتعتوا بالفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والشير لو اصحابكم بيحبوا يتفرجوا على جوست اوف شيما ووك ثرو او جيم بلاي. ولو انت اول مره تتفرج عليا في القناه ما تنساش تشترك فيها عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم الفيديو جاي، والفيديو جاي غالبا هنكمل ريزوم تيل ديت او الاندينج فليم، ما برضو دي هتبقى تبعنا. وطبعا حاجات العمل استفهام دي انا هستكشفها مع نفسي كده بعيد عن الفيديوز عشان ما بحطش مقاطع اكتر في اللعبه، الا لو انتوا عايزين تشوفوها ممكن تسيبوا لي الكلام ده في كومنتات تحت. يلا اشوفكم فيديو جاي يا شباب، ومع السلامه.